يعتبر الصرع من أكثر الأمراض انتشاراً، حيث أنه بيصيب نسبة 1% من مرضى المراجعين في عيادات الدماغ والأعصاب. تتراوح أعراض الصرع والتشنجات الدماغية حسب البؤرة المصابة في الدماغ، فمن المرضى أنه بفقد الوعي فجأة، بتصيبه حركات لا إرادية، عيونه بتقلب لفوق زي ما بيحكوا بالعامية، بصير يبحلق، بيطلع منه زبد من تمه، ممكن يرضع لسانه، كمان بتصيبه حركات انتفاضية بكافة أنحاء الجسم. في هناك أسباب كثيرة للإصابة بالصرع والتشنجات الدماغية، من هاي الأسباب ما هو وراثي جيني، منها ما هو غير ذلك كالتعرض لضربات الرأس أو التعرض للجلطات الدماغية والنزوف الدماغية وغيرها الكثير. هلأ السؤال المهم، ما علاقة الصرع بالرياضة؟ هلأ ممارسة أنواع مختلفة من الرياضات اللي بتخلي الشخص يتعرض إلى ضربات متكررة للرأس مثل المصارعة، الملاكمة أو الرياضات شوي عنيفة، بتخلي الشخص يتعرض إلى خطر الإصابة بالصرع، مو شرط مباشرة بعد الإصابة بضربة الرأس، ممكن تصيبه نوبات الصرع والشحنات الدماغية بعد 10-20 إلى 30 سنة. فإحنا بننصح دائما الناس الابتعاد عن الرياضات العنيفة والوقاية منها، مثل الرياضات اللي بتتطلب إنه الواحد يلبس خوذة على رأسه أو اتخاذ احتياطات معينة. هلأ بالنسبة للمرضى المصابين بالصرع، هل بإمكانه يمارس الرياضة وشو نوع هذه الرياضة؟ هلأ للإجابة عن هذا السؤال بشكل دقيق وعلمي، لابد من استشارة الطبيب المشرف عليه وهو أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب، لأنه المريض صرع أكيد بيأخذ أدوية معينة، فلازم يلتزم بهذه الأدوية بشكل دائم. فهناك أنواع معينة من الرياضة بتأخذ وقت كتير، فبتمنع المريض بأنه يلتزم من علاجه بالشكل المناسب. وكمان مريض التشنجات الدماغية والصرع قبل ما يمارس أي نوع من أنواع الرياضة لازم يستشير طبيبه، لأن المريض ممكن يتعرض لنوبة صرعية أو تشنجات دماغية بأي وقت، ممكن تؤدي إلى سقوطه ووقوعه. فالرياضات الخطرة مثل السباحة، الغوص، تسلق الجبال وصعود المسافات الطويلة ممنوع المريض يمارسها إلا باستشارة طبيبه، حتى نتأكد من سلامة المريض إذا مارس هاي الرياضات. ودائما نتمنى لكم السلامة وموفور العافية.